انزل يا فراشة. ده من أسرة القناة التانية، خلاص شيل بقى عني شوية سايق. You know what is this? This is منكرة عقلوك. هي بيج شوية لأن هو كان راجل بسم الله ما شاء الله بيج ودراعه كبير شوية، كان مقتدر يعني. يا ابن اللذينة، ده انت الناس تقول لهم نفرتيتي مدفونة تحت القبة هيصدقوا. والله مش بعيدة سايق، لسه الحضارة الفرعونية لم تكشف عن أسرارها بعد. وحياة خالتك وحياة أمك لو قلنا أمك راجل نصاب، وده لو وفد أجنبي ولا زفت، وأنت بتشوي سمعة مصر. مصر دي أمي، واللي يمس سمعة أمه أقطع لسان أمه. إيه ده؟ دي مش ماسورة مدينة نصر بس اللي ضربت، ده في ماسورة بنات ضربت في المنطقة يا عم. مش ماسورة، ده خزان. هما الحريم عملوا ثورة ولا إيه؟ ايه ده؟ مش دي البنت داليا جارتنا؟ الحق داليا بتقول المظاهرة. داليا بنت عم يوسف؟ هي بقت من الأحرار ولا ايه؟ مصر مصر يا شباب طهروها من ايه؟ ايه ده؟ سيد؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا ابو رابيا؟ ايه اللي جابك الجامعة؟ ده زي ما قصدي عني من شخص فجأة. هي الدولة دي مش اتلغت خلاص؟ اتلغت ايه يا سنة ستة؟ دول بس قسموها حتتين. حتتين، شيكو وفاكيا. اللي معانا دول بقى بتوع فاكهة. بقول لكم ايه، ما تيجوا تشتركوا معانا في المظاهره. هي المظاهره دي عشان فلسطين؟ لا. العراق برضو؟ لا. سوريا، لبنان، الشيشان؟ لا، عشان حدايق القبه. ايه ده، امريكا خدتها؟ يا جدع بطل هزار، ده من يومين اغتصبوا فيها بنتين، ده غير البنتين بتوع فيصل وغير البنت بتاعه الكتكات، ده غير فيفي عبده وفيلم القاتله. عشان كده احنا عاملين مظاهره بنطالب فيها باعدام الذئاب البشريه اللي بينتهكوا حقوق الفتاه المصريه. طب والله دي مظاهره زي الفل، انا هنضم وهلتحم معاكم. دي قشطة والله، وكلها مليطة بالصلاة على النبي. زيس بازاورا رابيا. This is Rawia and they are her sisters. This is a pharaonic march from King Tut and Kamon. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمة حقوق النسوان الأوروبية. Coming, follow me. راح فين يا عم؟ اوعى ايدك. انت هلا. خليك في حالك. يا عم. Coming. تعالى تغلول. Coming quickly, quickly. واتلي فولو مين؟ هير. اللي اغتصبتوا فتاة القبة على سواعكوا برجل الكنبة. صباح الخير يا جهان. صباح الخير يا سيد. معقول يا سيد 75 رنة ساعة؟ حرام عليك. عشان تعرفي بس انك في بالي على طول. طب ايه رأيك بقى انك لو رنت لي اكتر من 10 رنات انا هفتح عليك. افتحي عليا بحيات ابوك اللي تفتح عليا، ربنا يفتح عليك. نفسي اسمع صوتك، ده انا حتى شاليرك كانت تستبني. ما تهونش عليا خسارتك يا سيد. ما قلتليش بقى، قريت القصيدة بتاعت امبارح؟ حلوة قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه؟ هي صينية بطاطس يعني الاحساس اللي فيها وصلت؟ ايوه يا سيد، الاحساس بتاعها حلو قوي، بس الاحلى منه بقى ملخص القانون الجنائي اللي انت عملته لي ده، خلاني هضمت الماده كلها. بقول لك ايه، مش الدكتور فؤاد السعيد جه؟ سعيد مين؟ فؤاد السعيد استاذ القانون الدستوري يا اخي، الوزير ده، مش عارفه. طيب انا هروح اظبط شعري بقى عشان المحاضره قربت. فضيت لك يا فالح، معقولة بنت زي دي توقعك؟ ما تقولش كده يا عم، دي ملاك. ملاك؟ دي عاملة لي فيها سبيدة ثروت، وانت لو دورت عليها هتلاقيها ساكنة تحت كوبري الليمون. لا على فكرة، ابوها رجل اعمال بجد. رجل اعمال؟ طب ما انا رجل اعمال يا عم، الاعمال وبالنيات. صدقني البنت دي ما تستاهلش تكتب فيها ورقة شعر واحدة، دي يا دوبك ورقة عرفي وجمعتين وبس. يا عم وفر كلامك الماسخ ده، كفاية الاجانب الغلابة اللي وديتهم في داهية. وديتهم في داهية؟ انا خليتهم يتفرجوا على شرطة مصر. اسمع يا سيد، عشان تحب واحدة لازم تبقى من توبك يا ابني، لازم تبقى زي أمك. قال زي أمي قال، هو الواحد يلاقي فين واحدة زي أمي؟ هلا هلا وهلا هلا هو الزمالك يا عين أمه. هلا 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 هو الزمالك يا عين أمه. ضرايح ضربها جاي، انا مش عايز ارهق تفكيركم. ابقى فوت عليا يا سيد بعد المحاضره اشرحها لك.
عاش الدكتور الوزير الديمقراطي. 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 قرار مجلس الكلية. قرر مجلس التأديب بالكلية برئاسة الدكتور فؤاد السعيد فصل الطالب سيد محمود الكمال لمدة عام واحد، وذلك لخروجه على مقتضيات السلوك الجامعي القويم وعدم التزام بآداب التعامل مع أساتذته، ويتم إخطار الحرس الجامعي بمنعه من دخول الحرم الجامعي. الله الموفق. العشر وزير الديمقراطي. معلش يا سيد، انت كمان اتسرعت. اتسرعت يا بنت؟ انا قلت حاجه، هم كلمتين اللي راح ولا جم. مش انت كمان ما كانش عاجبك الوضع ده؟ ايوه، بس اللي مش عاجبه الوضع ما يصحش برضه يتصرف بالاسلوب ده. طب يا ستي انا غلطان. معلش، ربنا عايز كده. المهم انك تستغل وقتك في حاجه مفيده. لا ما تقلقيش عليا من ناحيه الاستغلال، انا اساسا شخصيه استغلاليه. كنت عايز اقول لك على حاجه كده، يعني يا ريت ما ترنيش بعد الساعه 10 عشان بابا بيقفش. ها، باي باي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ والفلح الحنية والعياط والبوس والحضن الدافي. أنا الحضن الدافي. مش مهندس بالصلاة على النبي كده، الكاسيت بتاعك الحلم عشان مشوارنا طويل، أغاني سهلالة كده عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه، ما خلاص ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا دي مين ده؟ يا عم شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شفتني زي. انت عبيط يا اسطى. يا عم بقولك عايزين نسهلل. خلاص ما تزعلش، ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. بقولك ايه يابا، دايما اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيره سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب يمين. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس، بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكسي؟ هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. ما تتقلب بينا وتخلص بقى. حد سيد، انت بتبيع على سيد. ستر يا رب. سيد يا رب، انسى حمص على كتفك. كل حاجه وتعالي. وضحكت عليك عشان افحتيك وتنتن تنتن حاجه ايه اللي سيبها بخير على نني عينك. هو احنا حالتنا حاجه ياما؟ مش هتبطلي حركات يا عندي ياما، ده انت جوزك راجل شهيد، المفروض تقعدي تعيط عليه طول حياتك. عيط عليه يا حبيبي طول حياتي؟ ده كان بيحبك وكنت مهنياه، ما كانش يقدر يستغنى عني، وهينتهي على دايما ان شاء الله. في ايه يا ام سعيد؟ حرام عليك اللي بتعمليه في الواد ده. انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له ده بيتهد، ومره تقولي له في حريقه، ومره تقولي له في تعلق في الحمام. هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من خضه يا ام سعيد. انا مش عارفه ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشرينها دي، لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه، ده حاجه بقت تقرف. اعملي اللي انت عايزاه فيا، انا تحت امرك. ما كناش قرايب يا ام سعيد، وام الله يرحمها مصرياكي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض. مش انت وجوز علينا الرحمه؟ ان مامك دي ربنا يخفف عذابها، انا ما كنتش بطيقها، ده ربنا هد البيت مخصوص عشان خاطر تموت. امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي، ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم. طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس. استنى بقى عقبال ما تصل وشك بشويه ميه اخلص. ربنا على الظالم. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطزه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت هيلا حته سواق التاكسي. سواق التاكسي دي هي اللي انت عايش على قفاها.
يا ماما براوية برضو عنده حق، يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم للنسايب اقول لهم ايه؟ مامي سواق التاكسي؟ انت ما رحتش الجامعه النهارده يا رحمان؟ ما عنديش محاضرات. خلاص اخدك معايا استاد مختار التيتش، اعرفك على المدرب تحت 19. تيتش ايه ياما؟ بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره. انت يا ولد اللي ضرالك يا ولد، ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولد؟ اشحال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن. مش كنت توحمت على احمد شوبير كده؟ كنت بتعترك بسم الله ما شاء الله مزعج الدنيا. طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل؟ دي امك برضه واللي اتكسر يتصلح. ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده يا ولد؟ لا النهارده ولا بكره، انا اترفدت. كل البنات بتغش وش معنى سيد وش معنى هو ده اللي حصل ياما وانا راجل ضمير. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاك من شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده انا اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاك من شويه. هتقضي سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتزل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، ده رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سي، بس جه في وقت مش وقت يا مسي. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عائليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا امي، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموزه اللي جايه علينا دي؟ دي داليا دي؟ يخرب بيتك يا بيت يا داليا، ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا داليا انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناة فضائية عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، امال يطول يبقى في مذيع زي القمر كده؟ هتصرف طولك يا ولد، هات له مية وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راوية. مذيع معدة عشان شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مرة بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البرار. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. يا قمر اسمعي دي، ما قلتليش يا رومي ايه اخبار البنت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه؟ اما انت جت هدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه جهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش تزعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي ده اللي. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها ده؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيت. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتي. ما تديله فرصه يا ابو سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا اما ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ابو سيد حاجه تانيه خالص. اركن يا بس بقى يا اما اركن يا ولا اركن يا ولا مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا على امي. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا اما ما تكلمنيش انا اصفر. حتى سلم عليك. انتم يا اما انتم على امك انتم. اركن يا ولا اركن يا ولا. هات امي اكون سارقها وبايعها لك عشان تتسرق دي بتبقى عامله ازاي؟ طب انا يخرب بيتك داخلين على لجنه، داخلين على لجنه يخرب بيتك. انا عايز ابلغ عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. واني اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب. لا الكلام ده كان زمان، الحب مالوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راويه. صحيح انا عمري ما سالتك يا ابو راويه، هي راويه دي بنتك؟ بنتي راويه دي قصه حبي الوحيده، ماتت بعيد عنك في ازمه لوكيربي. عارفه المشكله دي؟ الطياره اللي وقعت في ليبيا حكايه كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها ابو راويه. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزه. يا عم وحياه ابوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس، خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت،
الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ وفر انقرض يعني يا براوي. حلو قوي، احنا كده فضلنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا براويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، لا انا عايزه اتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورا ونكتب عقد عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالوني انا. الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخدي استماره ستة. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالون انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي اشد البنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك. يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رايك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا.